الرحمن الرحيم. تاريخ اليوم 22/9/2016 في برشلونة، هذا المتحف الوطني في برشلونة. الأجواء اليوم جميلة ورائعة، ومدينة برشلونة تحت. طبعا في احتفالات اليوم عيد لاميرس، وهو عيد القسيس لاميرس عام 1902 بدأ الاحتفال بهذا العيد. المعلومية برشلونة طبعا سقطت بيد الحكم الإسلامي عام 92 للهجرة، واستمر المسلمون فيها إلى عام 185 للهجرة، ومن ثم أسقطها الحاكم الفرنسي شارلمان، واستمرت ساقطة بيد النصارى مدة قرابة 200 سنة، إلى أن جاء المنصور بن أبي عامر وفتحها وهدمها وحرقها على رؤوس أهلها، لأنها كانت شوكة، واستمر فيها 6 شهور وبعدها